ربنا يستر علينا النهارده بس وما نزعلش. مش ناقص ازعل بجد، مش ناقص ازعل. ايه الاخبار يا ناس حلوه؟ عاملين ايه؟ وانا بيكم في ستريم النهارده. هنلعب رعب تاني. يعني بقالنا كتير ما لعبناش رعب، وفي دونيشنز اليرتس مرعبه كمان. دي حاجه بقالي كتير قوي برده ما عملتهاش. ربنا يستر النهارده عشان انا مش مهيئ نفسيا الصراحه يعني، وكمان لسه واكل، فسهل جدا ان انا ارجع استفرغ يعني. ف ربنا يستر علينا. بالمناسبه برضو احتمال النهارده يكون اخر ستريم للفتره الجايه، عشان انا مسافر دبي كام يوم كده، فبس قلت اقول لكم يعني، فبعتذر مقدما ان انا اختفي شويه. وبمناسبه كمان هتلاقوا الراوتر بيطلع في الشات، ده الراوتر اللي انا بستخدمه دلوقتي بتاع الجيمنج. اللي عايز يعرف معلومات عنه اكتر، الراوتر اسوس جي تي اي سي 2900، يدوس على اللينك وبس. يعني مش هطول عليكم في الانترو، الناس بدات تيجي خلاص، فخلينا نفتح ستيم كده عشان نفتح اللعبه. ازيك يا فيستي؟ عامل ايه يا فيستي؟ الحمد لله. هو دلوقتي الحمد لله، ربنا يستر بقى بعد شويه يحصل فيها ايه. يعني انا مش عارف انتوا بتعملوا فيها ايه، بس ربنا يستر. الفيديوهات هتكمل عادي، انا بس هوقف الستريمات بس كام يوم عشان السفريه اللي ورايا دي، بس الفيديوهات هتكمل عادي خالص. اوكي، الفيديوهات هتكمل عادي خالص خالص خالص. ايه اللعبه دي؟ ايه اللعبة دي والله؟ ده في ار؟ ده في ار. ماشي، مالناش دعوة بيها. طيب انا عندي تلات لعب رعب الصراحة، تلات العاب رعب. اول واحدة نلعبها فيهم هتبقى اسمها اولد سكول هورر جيم برايت داي. المفروض ان هي لعبة رعب اولد سكول، يعني زي الالعاب الرعب بتاعت زمان. زمان اللي هو امتى؟ الله اعلم، بس اعتقد ان صوتها باين من اولها. فان شاء الله تكون لعبه كويسه. استنى بس لحظه واحده بس عشان اقفل بس بتاعه الفي ار اللي مفتوحه لي دي، عشان هو بيقول لي العب الفي ار. انا مش هلعب في ار اصلا. تصبح على خير يا اسراء، تصبح على خير. اوكي، دي لعبه برايت داي. ماشي، هندوس بلاي كده ونشوفها عامله ازاي. ايه ده؟ اوكي، اللعبه كانت بتلود تقريبا. ماشي، انا مش عارف الصراحه ايه اللي بيحصل. انا هطفي النور ده. انا مفتوح افتح حاجه صح الجيم. ماشي، انا مش عارف ايه اللي بيحصل، بس هي بادئه بدايه ضلمه خالص. يعني دي البدايه، يعني انتوا ما فاتكمش حاجه. الباب ما بيفتحش، هو انا مين وبعمل ايه؟ ايه ده F to take دول؟ One. دي واحدة من اياهم. اوكي، دي لعبة بنجمع فيها عرايس يا اخوانا. ماشي، طب وايه بقى الخطر في اللعبة؟ يعني ايه الحاجة ايه الحاجة اللي ممكن تموتنا في اللعبة؟ اوكي، احنا ممكن نجري. هو في حاجة تجري؟ القمر شكله حلو قوي والله. القمر في اللعبة شكله حلو قوي. دولز. بنجمع عرايس، بنجمع عرايس. مش عارف ليه بس احنا بنجمع عرايس يعني. هو المبنى ده ممكن ادخله؟ لا، المبنى مش ممكن ادخله. انا فاتني لسه، ما فاتكيش اي حاجه، لسه بادئين، لسه بادئين حالا حالا بالا. طب ايه الخطر في اللعبه بجد؟ انا عمال اشوف اشباح اصلا ومفيش حاجه في اللعبه. طب بقول لكم يا جماعه، ده ما ينفعش ادوس اسكيب. الله اكبر، ما ينفعش اوقف اللعبه. تحبوا ان انا اعلل لكم برايتنس او حاجه بتاع اللعبه؟ اعلل لكم اعلل الجامعه بتاعت اللعبه ليكم، يعني ليكم انتوا بس مش عليها ليا انا. والصوت برضو انا شايف نقطه. يا ريت. اوكي ماشي استنى. فلترز، هات فلتر كولر كوركشن. اوكي، جاما اهو. ماشي، هخليها لكم كده. اوكي، عشان تشوفوا كويس. ماشي كده، شايفين كويس؟ اعتقد شايفين احسن مني بكتير كده عامه. بس اللعبه عامله حركه حلوه، ان انت فعلا يعني
انا شايف من الجناب اسود، انتوا شايفين من الجناب اسود برضو. زود كمان، ازود كمان ايه يا ابني؟ كفايه كده، كفايه كده قوي، لان في اماكن منوره بزياده اهو. اوكي ماشي. عموما احنا المفروض نجمع 7 عرايس، ده الهدف. في واحده كمان اهي، الله في صوت عصافير والله. طب ما اللعبه جميله اهي. هو في عروسه هنا، بس قبل ما نروح لها، بس انا عايز اعرف هو المكان ده فيه حاجه. دي ليفنج روم وبتاع. ماشي، ريمي عملت لي بلوك برضو. ريمي مين؟ ده حاجه في الفيديو بتاعك صح؟ اوكي، انا بس عايز اعرف بس لو في حاجه هنا ولا هنا ممكن تفشخنا يعني. انا ينفع اطلع السلم ده؟ اوكي، وما ينفعش نطلع تاني. ماشي طيب، هو ما فيش حاجه هنا. تمام، ننزل تاني بقى زي الرجاله كده عشان احنا ما بنخافش. اوكي، ناخد العروسه التانيه من قص 7. في ايه؟ في ايه؟ ايه الاصوات دي؟ ايه الاصوات دي والله؟ بفكر والله، بفكر اعلي لكم صوت اللعبه شويه عشان تتخضوا زي يا جماعه، بس لو حصل حاجه تتخضوا زي والله. ما يبقاش انا لوحدي. الباب ده بيفتح؟ بيفتحش. اعلي لكم صوت اللعبه ولا انتوا رايكم ايه؟ ها؟ ايوه علي الصوت من عينيا. حاضر اهو، علت لكم الصوت بس عشان تبقوا تسمعينه زي ما انا سامعه. طب اخش هنا ازاي بقى؟ ما انا ده ملوش مدخل تقريبا. اوكي ماشي، احنا المفروض نمشي كده. انتوا لو مش شايفين حاجه فانا كمان مش شايف حاجه، ها؟ بس نبقى واضحين يعني، الكشاف منور تحت رجلي بس. طب ايه الكلام؟ ايه اللي منور هناك ده؟ دي زباله. ايه ده؟ ايه ده؟ هو قايل لك ان هو يفرز الزباله ده؟ ايه اللي اختفى ده؟ في نور، في انوار هناك اهي. اجريلها؟ لا والنبي يا كابتن، لا والنبي يا كابتن، لا والنبي، والنبي 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 خلاص خلاص. على النور على النور على النور على النور على النور. خلاص انا في امان. شغل النور ده اهو، باين. انا عرقت، انا عرقت والله العظيم، انا عرقت والله العظيم. انا بقى كتير قوي ما لعبتش حاجه رعب. انا بقى كتير قوي ما لعبتش حاجه رعب والله. عايز ارجع. احنا معانا 3 ألعاب النهارده، ها؟ 3 جيمز، فاهدوا عليا شويه بقى. استنوا بقى، استنوا هنلعبها تاني، هنلعبها تاني، هنحاول نجيب 7 عرايس. استنوا
اشرب الشاي بس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، منور الستريم. اللعبة مش مخيفة بتاتا. ما تنسوش ان انتوا شايفين اللعبة افتح مني بكتير، ها، عشان بس ما نحورش. يعني انتوا الجو عندكم مش رعب خالص، انتوا قايلين لي فتحها. انا شايف نقطتين حمر بيجروا عليا اصلا، ما كنتش عارف ايه اللي بيجري ورايا اساسا. انا وبيستي متخانقين. ليه يا صاحبي؟ ليه يا صاحبي بتقول كده؟ الشيخ اسوق واحد بشربه وهو سخن يا دنيا. بشرب الشاي وهو سخن. تقريبا اول عروستين ما فهمش حاجه تخوف تقريبا. ايه ده، هي اماكن العرايس مش ثابته ولا ايه؟ فين العروسه التانيه اللي كانت هنا؟ الو الو، والله استنى، انا عملت دوست. ايه ده ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي حل عليا ده؟ انا كنت دايس على زرار الويندوز ما كنتش سامع اللعبه اصلا. هو ده بيبي جري عليا صح؟ يا جماعه احنا هنجريها يا جماعه. انا عايز ارجع والله العظيم. في صوت، في صوت والله، والله في صوت، والله في صوت، والله في صوت، والله في صوت. طب انا المفروض اعديها ازاي الولية دي؟ المفروض اعديها ازاي الولية دي والله؟ اعديها ازاي؟ انا مش فاهم. انا بعرق ليه؟ انا بعرق ليه بجد؟ هات يا عم العلامة، ما بتخوفش اصلا. مش عارف انت بتخاف من ايه؟ والله علي اللعبة كمان؟ علي اللعبة كمان؟ وشيل لي ام البرايتنس دي. اها اتفرجوا على اللعبه معايا كده ماشي. اللعبه لعبه غبيه كده، بنحاول نجمع فيها 7 عرايس تقريبا. هم بتلعب منك انت. الله، العروسة فين بقى؟ looks like slender man a bit. ما هي دي الفكرة من اللعبة دي، ان هي تكون شبيهة بسلندر مان، بس تقريبا على اعنف شوية. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل فينا ده. وحشني يا بستوت، وانت كمان يا باشا، اتفضل. فين العروسة؟ فين العروسة والله؟ فين العروسة التانية؟ أين العروسة الثانية؟ المهم يا جماعة، بما إن معظمكم هنا، أولا لو مش بيجيلك نوتيفيكيشنز في الستريم، أعمل لي أنفولو بعد كده أعمل فولو تاني، ماشي؟ دي أول حاجة. تاني حاجة، أنا مش هعمل استريمات بداية من إيه ده؟ دي مرمية هنا.
مش هعمل استريمات بدايه من بكره ماشي، يعني بكره مفيش استريم لغايه يوم الحد الجاي، يعني يوم الحد الجاي ان شاء الله هعمل استريم ان شاء الله ماشي. مش ناخد العروسه دي اوكي. ليه؟ عشان انا مسافر دبي، ورايا شغل في دبي، بس فيديوهات هتنزل عادي ان شاء الله، فيديوهات عادي، استريمات بس، استريمات بس لطواف ماشي. من فيديو ولا ريمبو ولا ده ولا ده؟ من فيديو ريمبو ايه؟ رب بفكر ما اجريش المره دي يا جماعه، بفكر ما نجريش، يمكن لما بنجري بتيجي علينا تفتكروا؟ لغايه دلوقتي ما طلعتش. الله يسلمك يا جدعان. The footsteps are so loud. انا حاولت امشي والله، عمال اهولد الت مش عايز يمشي. مش اسمها هنا. اوه ماي جاد. هي تخفيله دي ولا لا بقى؟ تخفيله ولا لا؟ اتخفلت ولا لا؟ واقفه 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 متربصالي. مبسوطين كده؟ تحبوا نكمل في نفس اللعبه نجرب تاني؟ نجرب تاني ولا نغير اللعبة؟ نلعب لعبة لعبة تانية. انا على فكرة تقريبا المفروض ما نبصلهاش، تقريبا المفروض ما نبصلهاش. غير اللعبة، غير 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 غير. ماشي 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 ماشي، كمل last try. طب في ناس بتقول last try، نجرب last try. خلينا نجرب last try، خلينا نجرب last try ماشي. هنجرب تجربة أخيرة أوكي، نجرب مع بعض تجربة أخيرة ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي، أول عروسة دايما هنا تمام. وطي الصوت، ولا هوطي الصوت ولا هعلي برايتنس، زي ما أنا بتفرج زي ما أنتوا تتفرجوا. بص اصلا انا مش شايف قدامي، يعني اللي انتوا شايفينه الاول انا شايفه يا جماعه، والله ده اللي انا شايفه قدامي. يعني انا مش شايف، انا شايف نقطتين هناك منورين، ايه ده ما اعرفش. اوكي اوكي، حاول ما تبصلهاش. ما انا حاسس ان احنا المفروض ما نبصلهاش، بدات اشك في الموضوع ده. بس لا، في مره ما جربت تقفل الكشاف، الكشاف ما بيتقفلش يا اخوانا، اللعبه ما فيهاش كنترول، انت بتمشي وبتحرك الماوس بس، ما في حتى ما ينفعش تدوس سكيب. اهو العروسه بنت المجنونه اهي، والله بصوا بتجري عليا ازاي، عايزه مني ايه دي؟ هي فين؟ بصوا بتجري عليا ازاي والله. انجغه لحظه واحده، هي الموسيقى بقت عامله كده ليه؟ الموسيقى بقت عامله كده ليه والله؟ اجري اجري، انا سامع صوت مش تمام، انا سامع صوت مش تمام والله. سمع صوت مش تمام. وايه ده؟ كان ستريم النهارده، اتمنى يكون عجبكم.
يعني اللعبة دي انا ما اشتريتهاش وعايز اعمل لها ريفند والله العظيم. المشكلة بتطلع منين؟ انا مش فاهم هي بتطلع منين، يعني هي بتطلع لي منين؟ طيب تاني لعبة معانا النهاردة لعبة تايلاندية تقريبا، يا تايلاندية يا استنى والله اقول لكم هي من فين، استنوا استنوا استنوا. تاني لعبة معانا النهاردة اسمها كوشيساكي اونا، ماشي. كوشيساكي اونا دي لعبة من لعبة من لحظة واحدة بس بحاول اعرف لكم البلد. كوشيساكي اونا، طب استنوا نشوف في جوجل ترانسليت لما ناخد الكلام ده هيبقى اسمه ايه ده، هيبقى ايه، هيبقى اللغة ايه، استنوا. ياباني، دي لعبة يابانية، الله اكبر، ماشي. دي لعبة يابانية ب$3 حلو، اسمها كوشيساكي اونا، استنوا. كوشي ساكي، اذا بتاجه صح ولا ايه؟ لا كوشي ساكي مش موجودة على تويتش، هنخليها جيمز بلس ديموز، ماشي جيمز بلس ديموز. المهم يعني اسمها كوشيساكي اونا، حلو. لعبة رعب يابانية، فربنا يستر، ماشي بجد ربنا يستر. عشان اليابانيين عندهم افكار مرعبة غريبة والله العظيم. اهي كوشيساكي اونا ولا اونا ولا مش عارف ايه. ماشي بسم الله. في ايه؟ اوكي انا لازم اعلي لكم برايتنس شوية الصراحة، حرام والله. بس خليكم بقى عارفين ان انا معالي برايتنس، يعني ما عادش يقول لي لا ما بتخوفش على فكره لعبتكم خايسه، ما تقوليش الكلام ده. اهو اخركم معايا كده في برايتنس، ماشي تمام. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي معناش كشاف، هينفع ندفع نفتح الادراج. اوكي ماشي، ما فيش حاجه هنا. طيب هي اللعبة بترعش كده ليه؟ ونعمل ريفوند ولا ايه؟ مثلا كتاب من الكتب دي يبقى كتاب سري؟ اوكي وعليكم السلام يا منير. هي ليه ضلمة كده؟ حتى انتم مش شايفين حاجة تقريبا. التلفزيون ده يشتغل؟ ما بيشتغلش، دول بيفتحوا ولا ما بيفتحوش؟ مفيش قصة، ما مع قصة الكوشاكي اونا بقى. ده الرايت كليك بيفتح اوكي، لا في قصة اهو، اوكي. النهاردة عرفت ان في طريقة تخلي نفسك ما تموتش ابدا، تفضل على قيد الحياة للابد. مطلوب فيها انك تعمل تضحية، بس هل الموضوع يستاهل؟ لا بس الموضوع يستاهل. انا هبحث في الموضوع. ديسمبر 1998، اوكي. ده في سلم بيطلع لفوق. هي اللعبة ضلمة قوي كده ليه يا اخوانا؟ ايه ده في كود هنا، اوكي. باب ما بيفتحش، تمام. وردة. في ورقة هنا. أنا مبسوط إن أنا عندي متسوهيكو. بعد الريتشوال، بعد الطقوس دي هنبقى انا متسويكو ده حد تاني او بنت او ولد مش عارف. الموضوع اخذ مني سنتين عشان ابني معمل تحت الارض، وبحث كتير جدا جدا جدا، وفشلنا في كل الطقوس بس قربنا جدا. احنا هنبقى ابديين. اوكي اجرب 1998، ماشي. يعني ما نمشيش في الاتجاه ده، اوكي تمام تمام تمام. تعالوا نجرب 1998، صح. 1000 هو عامل ايه؟ 900. انتوا جامدين جدا يا جدعان والله العظيم. وانا ينفع استخبى هنا ولا ايه؟ لا ما ينفعش. في كمبيوتر هنا. اوه خدنا ستورج كي، اوكي.
طب هو انا عايز احنا ممكن نعلي برايتنس والله قلت برايتنس شويه ممكن اشغل التكييف عشان بعرق جامد معلش لحظه واحده ممكن اشغل التكييف بس لحظه انا مش قادر بجد انا فعلا مش قادر خالص انا قلت في 1990 عارف الالعاب دي اوكي 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 كونتينيو ايوه يا عم كده انا شايف شويه يا عم انا محتاج مفتاح للمكان ده تمام اوه فتحنا ده خدنا مفتاح تاني ده مفتاح ايه بقى I should wash the key انا محتاج اغسل المفتاح ليه اغسل المفتاح يا جماعه تكييف ايه يا باشا احنا بنتجمد هنا لا هو انا تقريبا عيان الفتره دي يعني شويه ببقى بردان قوي شويه ببقى حران قوي ده حمام ها ديسمبر 2000 ديسمبر ريمبر استنى بس انا راضي ثانيه واحده بس نفهم ديسمبر ريمبر ديسمبر ريمبر 2004 كان شتاء كانت ليله شتويه برد جدا سنه 1998 عمري ما انسى اليوم اللي اكتشفت فيه ان احنا ممكن كان كده غسلت المفتاح يعني ولا ايه والله افتكرت ان احنا قفلنا اللعبه اقسم بالله اوكي يا جماعه واضح ان احنا لسه بادئين اللعبه دلوقتي والله اعلم يعني لان مزيكا الرعب بدات دلوقتي كلام على ايه ملك البثوث استنى بقى تويكس استنى الله اكبر قبو الله اكبر قبو فعلا انتوا سامعين المزيكا صح قال لكم تاني ولا انا مسمعين مزيكا صح هو في ابواب كتير قوي في ابواب كتير قوي في باب هنا منور ليه ده لا مش عايز ادخل هنا والله ما عايز ادخل هنا بيستي اسطوره حبيبي يا حسين يا جماعه اللي مش بيجي له نوتيفيكيشنز في الاستريمات يا ريت يعمل انفولو بعد كده فولو تاني ها عشان بس يجي له نوتيفيكيشن اوكي احنا قربنا نخلص البحث الطقوس المفروض تكون جاهزه خلال يومين اخيرا متسوهيكو وانا هنكون ابديين يا باشا احنا هنكفر بقى بالله بقى ولا ايه والله ابديين ايه والكلام فاضي ايه وايه الصناديق دي اوكي مفيش حاجه هنا ينفع اوطي ما ينفعش اوطي الجو بقى برد قوي اوكي طب الباب ده ايه مقفول تمام مش هخش حماما هو انا لازم اخش هنا بجد مش عايز ادخل هنا شايفين حاجه طيب انا مش شايفها او ماي جاد ايه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل ايه ده اوكي الكشاف بتاعي ما يبصش بليز الشاب بتاعي ما يبصش بليز
اوكي في باب هنا ما بيفتحش، يعني شكلي لازم اخش الحمام ده. والله العظيم افتكرت، والله العظيم افتكرت التواليت ده واحده وشعرها واقع قدامها. وانا بجد لازم اخش الحمام ده. اه في ورقه هنا اهي. هو فين؟ ميتسوهيكو مش هنا لسه، بس الطقوس جاهزه. انا قلت له ان انا سبت المفتاح مكان ما بسيبه دايما فوق الشجر. فوق الشجر المفتاح، فوق الشجر. والله العظيم اي حاجه دلوقتي بتهزني، والله العظيم. فوق الشجر، ما هو ده شجر اهو، مش الشجر ده above the trees. ده مش الشجر، هل في شجر تاني؟ هو ده الشجر الوحيد اللي انا لقيته الصراحة. هو كتبه above the trees، above the trees يعني فوق الشجر. انا ممكن، انا ممكن انط. اوكي اهو 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 لقيته 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 لقيته. اوكي اخدته، ماشي ماشي. هو ده؟ لا مش مفتاح الباب ده، مفتاح الباب التاني. اوكي 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 ده مفتاح الريتش، ده مفتاح اوضه الطقوس. تمام اوضه الطقوس دي اللي في الاخر. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا اللي خضني اللي طلعت فجأة من شكلها. اصل الفكرة، الفكرة اللي خوفني، استنى تعالى تعالى اعملها بسرعة نشوف هيحصل ايه. ماشي الفكرة اللي خوفني انه اسمه ايه ده؟ استنى بس مش هشرح لكم ايه اللي خوفني بالظبط. اللي خوفني انه انا كنت لسه اقول لكم هو شكلها ما فيهاش حد بيجري ورانا او حاجه، هي مجرد جرافيكس وخلاص، او مجرد قصدي قصه وخلاص. بعدين البنت طلعت لنا فاتخضيت. اوكي بص انا عندي خطه، ماشي، ان احنا نهرب منها ونستخبى هنا. اوكي فخلينا نجرب، ماشي. استنى بس نستنى الاستامنا ترجع. لا 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 بتقف ليه بتقف ليه بتقف ليه بتقف ليه بتقفش ما تقفش ما تقفش ما تقفش. اوكي انا مش عارف بقى هل هي بتجري ورايا ولا ايه، بس هي كان صوتها عبيط قوي. استنوا استنوا بقى استنوا 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 استنوا. اه دي بتمشي، هي جايه ولا ايه؟ هو صوتها بيقرب ليه؟ هي بتقرب ليه؟ بتبعد.
انا خفت منك ليه والله؟ اجري يا عم كده يا عم برضه مسكتني ماشي اوكي وادي ستوب وايه نعمل ريفند للعبه ان شاء الله اوكي ماشي. اللعبه بقى اللي معانا النهارده اللي انا جاي اعتمد عليها الصراحه يعني دي اللعبه اللي ان شاء الله ان هي اللعبه الرعب بتاعت النهارده يعني اللعبتين التانيين دول قلت اجربهم وخلاص بس اللعبه بقى اللي انا ايه كنت مستني الناس تيجي الاستريم عشان نلعبها بقى هي اللي هنلعبها دلوقتي ما تقلقوش يعني انا عامل حسابي يعني عامل حسابي ان دول ممكن يكونوا لعب اي كلام ما تقلقوش اللعبه بقى اللي هنلعبها دلوقتي اسمها اندرو ماليس ماشي اندرو ماليس اوكي اللعبه دي بقى لي فتره عايز العبها معاكم فهنلعبها مع بعض دلوقتي ولعبه رعب ان شاء الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم قولوا يا رب بس قولوا يا رب اوكي انتراكتيف هورر ستوري اندرو ماليس يا رب يا مسهل يا رب يا ساتر اوكي لحظه واحده بس كده شوف بس ماشي اوبشنز كل حاجه تمام كانسل ستارت جيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كم تمام ماشي كنترولز دوس ايه عشان تنتر اكت اوكي اكسبلور يور سراوندينج ذس از نوت ا بازل جيم استكشف محيطك دي مش لعبه بازلز ماشي اسمك دانيال بالمر الو فين الجرين سكرين ايه شعره ما بقتش حاطط جرين سكرين انت جيت الشقه دي جديد تمام تعالوا بس في النور ده بس كده عشان نعمل رعب زياده ودي اول ليله ليك اول ليله ليا وده حصل فيها لعبه رعب تمام او اوكي لعبه جرافيكس ساعتها مش بطاله خالص فكويس في لابتوب هنا ده انا مشغل موسيقى من على اللابتوب وبتاع ايه الكلام ده بيقولك الشقه فيست الله يبارك فيك يا اخويا استنى بقى في موبايل هنا اوكي دي اختي بتكلمني اخبار الشقه ايه حلوه باكل بيتزا وبلعب جيمز كالعاده عارفه بكام ايه معلش انا اسف انا ما عرفتش اجيلك النهارده انت عارف الحكومه شغل الحكومه عامل ازاي ما تقلقيش انت تقدر تيجي في اي وقت انت سمعت موضوع ابويا او سمعت موضوع بابا ماله بابا مش فاهم انا باخد الكتب دي واديها فين اخدت اربع كتب اعمل بيهم ايه خدت ولاعه ولا لا اوكي تشتغل في الضرايب اه في ورقه هنا اوكي مكتوب عليها مش باينه بس مكتوب شيل العلبه من على البلاي ستيشن 2 افتح التلفزيون افتح ايه اوكي رتب الكتب على على ماشي 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 يبقى احنا محتاجين نرتب الكتب هنا اوكي ماشي خلاص كده خلاص رتبت الكتب كده ليه دي فاتك لعبتين افهم من بعض الصراحه طب وايه دي بقى استاذ بالمر انا اسف جدا ان انا اقول لك ان ابوك توفى يوم الحد بسبب مشاكل في قلبه اوف حاولنا نتصل بيك على التليفون ولكن انت ما بتردش خالص بندي لك اقصى تعزينه بتتقال ازاي الكلمه دي مش عارف والله و اوكي وهيعملوا عزاء وبتاع وفي مفتاح هنا مش في حاجه ماشي طب هو في كتب تانيه واضح ان بابا متوفي واضح هو في صوت غريب وانا بيتهيألي الاضاءه ايه صوت الكيبورد يا بيست يا جدعان انتوا ايه يا جدعان اول مره تيجوا ستريم اضاءه ايه صوت الكيبورد ايه ما هو كيبورد ميكانيكال يعني ايه صوت الكيبورد يا بيست عامل لك ايه بصوت الكيبورد اوكي طيب هو بيقول لك استكشف محيطك تمام صوتك يا بيست يقفله مش كده
اوه ده الاوضه دي اتفتحت. اوكي هي الشقه ضلمه كده ليه؟ والله الشقه ضلمه كده ليه؟ انا مش شايف حاجه. انتوا شايفين حاجه؟ طب ممكن يكون مثلا موبايل جالنا فيه مسج جديده؟ ما جالناش مسج جديده. كيبورد اغنيه يا عم، ده جاي لي هديه. طب 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 المفروض الواحد يعمل ايه هنا؟ بس عشان الرعب. طب ما ينفعش ناخد الولاعه دي نمشي بيها؟ واضح انه لا، الريموت مش شغال. ماشي الفيشه دي ما ينفعش نمسكها. انا قلت يمكن مثلا بنحاول ننام مثلا في اللعبه، بس مش عارف انام ازاي. في صبار هنا مش عارف اعمل فيه حاجه، في سندوين هنا، في دولاب هنا بس ما ينفعش نفتحه ولا نعمل اي حاجه، وما ينفعش اقفل الباب ده. طب الاوضه دي اتفتحت ليه؟ اوه اوكي 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 هي ايه اللي بيحصل؟ اوكي طب ممكن محتاجين ناكل مثلا؟ في حمام؟ مش عارف والله. ها؟ الو؟ مين؟ اللي بيحصل؟ اربعتاشر تلاتاشر، يعني انا ستاشر صح؟ ولا ايه؟ اتناشر حداشر. اوكي الابواب دي ما فتحتش، ده ما بيفتحش، ده ما بيفتحش، ما اقدرش اجري. طب ايه اللي بيحصل؟ شبه لعبة الهاكرز والديب ويب. استنى بس نشوف بس اللي بيحصل. هي دي شقة كام دي؟ مفيش حاجة هنا برضو. هي اسم اللعبة ايه؟ اندرو ماليس. 17 ما بتفتحش، 18 ما بتفتحش. ايه ده؟ امال احنا بنعمل ايه هنا؟ مفيش حد هنا. اوكي اوكي نرجع تاني. ايه العمارة المخيفة دي؟ لحظة، هو الميكرويف اشتغل لوحده؟ هو الميكرويف اشتغل ازاي؟ الله أكبر، الله ينور. واضح إن في مشاكل في كهربة الشقة، واضح إن في مشاكل في كهربة الشقة. مال التلفزيون؟ طفاية التلفزيون. ماشي ايه بقى اللي هيحصل تاني بقى؟ دباب. مش كنت عايز الحمام يا دنيا بتاع البيت؟ اهو هناك اهو. هو في ايه؟ اوكي اللابتوب باظ ولا ايه؟
ايه ده؟ لابتوب باظ حرام يا حرام. طب نعمل ايه؟ هو بيعمل بجد ولا ايه؟ لا هو لسه 20% الويندوز وقع. هو ده الرعب بتاع الفيديو. طب ندخل ننام؟ لا مش بندخل، مش هندخل ننام. لا اوه موبايل عايز يتشحن. طب عايز اوصله في الشحن، عايز اوصل الموبايل في الشحن. اوصل الموبايل في الشحن ازاي والله؟ تعال نشوف كده لو في ورقة هنا ولا هنا تانية. مفيش حاجة هنا جديدة. شوف لو المطبخ حصل فيه حاجة جديدة. نط من الشباك. هي لعبة غريبة بس أنا عايز أعرف إيه اللي بيحصل. طب مثلا يكون في حاجة هنا، حاجة في المية. نعمل تواليت، نخش نشاور. لا طب تعال نشوف لو محتاجين نطلع من البيت كله اصلا، نمشي نروح. هو الباب بيفتح اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده ليه كده؟ الصوت ده كان في صوت جاي من ورا المكتبة. الموضوع ده بيفكرني باللي حصل لي في الشغل. الموضوع ده بيفكرني باللي حصل لي في الشغل والله. اوكي اوكي ويندوز مرجعش. طيب مفيش حاجة جديدة مكتوبة على الورقة دي. اوكي ممكن نطلع برا. اوكي ايه ده؟ تمام شكرا شكرا ليكم. وايه كمان؟ وايه كمان والله؟ يا جماعة ما تنسوش لو مش بيجيلكم نوتيفيكيشن لما ابدأ استريم على تويتش. لو مش بيجيلك ها يعني، لو بيجيلك خلاص خليك زي ما انت. لو مش بيجيلك اعمل لي انفولو بعد كده اعمل فولو تاني عشان تتفاعل. بس مفيش حاجة في الموبايل، في حاجة في الأوضة مثلا. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل والله؟ في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اوكي ده انا وماما وبابا واختي تقريبا رايحين على الكني. في باب، في باب فتح ورانا في اللعبة. في باب فتح ورانا على طول. لا مؤاخذة سوري سوري، كنت قصدي اعمل كده. نروح للباب ولا ايه؟ ده باب الشقة فتح لوحده.
ايه ده اللي منور هناك ده؟ السنة دي ما فيهاش حاجة، شكلها ما فيهاش حاجة يا دندن. يلا بقى رن، ما ينفعش اجري. بس اللعبة بتدينا كشاف، يا ترى بتدينا كشاف ليه؟ الو؟ لا 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 ما اتفقناش على كده. انتوا شايفين حاجة أصلا؟ ده أنا معلي لكم الجامة في الاستريم وانتوا مش شايفين حاجة. احنا الشقة اللي بعد دي على الشمال. ايه ده؟ اللي من هو هناك ده؟ ده نور التلفزيون صح؟ وانا مش عارف اتحرك ليه؟ انا مش عارف اتحرك. انا مش بتحرك. اوبا 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 ماله المطبخ؟ طب ايه؟ وده كان ستريم النهارده ولا ايه؟ ده الحمام. ما احنا مش هنخش على حد وفي الحمام، عيب يعني ولا ايه؟ صح؟ وراح فين؟ وراح فين؟ هوبا طفينا الزفت ده، ما انشغلوا تاني، كان عامل نور والله بتشتغل. والله افتكرت انا مش عارف اتحرك تاني. اوكي طب انا المفروض اروح فين؟ انام؟ منين اهو؟ لا هو البيت فيه مشكلة في الكهرباء تقريبا يا جماعة. هو الحمام فاضي اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ هو ليه كشف نوره ضعيف كده؟ عشان لعبة رعب طبعا. انتوا مش شايفين اي حاجة صح؟ بس سامعين مش كده؟ سامعين كده؟ نغير اللعبة بقى، عمالين نتريق على اللعبة التانية. اللعبة التانية كانت حلوة على فكرة. علي صوت اللعبة، هو عالي هو عالي، بس انت لازم تركز، انت لازم تركز والله. وانا المفروض اروح له؟ شايفين النقطتين الحمر دول صح؟ اعلقكم الجامعة، اعلقكم الجامعة، اعلقكم والله عشان تشوفوا بس اللي في اخر الطرقة، بس ناخد فكرة بس يعني، ناخد فكرة. مش باين او باين ولا لا؟ عامة يعني انتوا شايفين اعلى حاجة ممكنة يعني من ناحية البرايت. نعلي الكونتراست كمان، الكونتراتو مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل لكم ايه، مش عارف يعني مش عارف ابين لكم ازاي. بس هو في وحش في اخر التربه ايه بس يا لهوي طب ايه والله المفروض اروح له ولا اعمل ايه؟ يا جماعه انا هلعب السماعه يا جماعه، سوري بقى. ده راح، ده الوحش هو اللي خايف مني يا جماعه.
بتتكلموا في ايه؟ شايفين حاجه؟ انتوا والله انتوا عارفين ان انا مش شايف حاجه فعلا؟ يعني دايس دبليو بس. اوكي لقينا باب، لقينا باب اهو اهو. في ايه؟ في ايه والله؟ هو احنا في احنا في في البيت. الويندوز لسه واقع. الويندوز لسه واقع يا جماعه. دي سماعات محيطيه بتتلبس كده تمام؟ ما حدش يتريق عليا. دي سماعه محيطيه بتتلبس كده، شكل السماعه كده سراوند ساوند عشان اسمع من كل اتجاه عشان اتخض صح. هو اللي منور ده؟ وين الميكرويف ايه؟ طب انا المفروض اروح فين بقى؟ قلل الجامعة والنبي. على فكره الجامعة زي ما كانت، الجامعة زي ما كانت يا عم. الشاشه عندنا زرقاء. ما انا عارف، ما انا عندي شاشه زرقاء. هو انتوا مش مصدقيني انا بروح على الانوار يا جماعه؟ انا ماشي بالويم كده والله، والله ماشي بالويم. الفلاش وين؟ الفلاش راح مننا خلاص. يعني شايفين ده السقف، ده فوقيه السقف. انتوا محسسني ان انا شايف حاجه انتوا مش شايفينها يعني؟ لا، ده دي الحاجات اللي منوره قدامي. غير كده ماشي بالويم. انا مش عارف انا رايح فين اصلا. يعني انا عارف ان في ظهر ده في التلفزيون، في التلفزيون المفروض اهو، التلفزيون اهو ماشي. ودي اوضه النوم، ندخل اوضه النوم. الباب قفل. الله اكبر. اوكي الدنيا نورت شويه اهو. مبسوطين فرحانين؟ افتح الباب يا عم. اقفل الباب، اقفل الباب، اقفل الباب اهو. مبسوطين بالنور انتوا كده؟ فرحانين كده؟ سعداء؟ يا دي النيلة على الأبواب اللي بتقفل. يا لهوي. احنا المفروض ننزل تحت ولا ايه؟ عشان بس تشوف عندنا حمرة. ايش اقول؟ هو رجعنا بيتنا تاني. جميل البيت. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ اوكي. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه بقى؟ في ايه بقى؟ بقى معانا كشاف احمر بيفليكر تمام. والله يعني مش عارف اقول ايه الصراحه. الصوت جاي منين؟ الصوت جاي منين؟ طب نروح له ولا نستناه يجي لنا هو؟ صوته جاي منين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الو؟ ايه ده؟ مش لحد. مش كنت عايزين رابع يا جماعة حلوين؟
لا ما بتخوفش النهارده. بيجي بيجي بيجي، هو بيجي عليا؟ انا ما اقدرش اجري ليه؟ هو راح فين؟ هو مات؟ هو اختفى؟ ما فيش جري في اللعبة، ما فيش جري. اختفى اختفى اختفى. والله العظيم لو طلعت لي فجأة يا ابن ال... حاسس بتخفيلة. انا حاسس ان انت اني هتغفل. ما انا لسه بقول حاسس بتخفيلة والله العظيم. ايه ده؟ الاحمر اللي طلع في الاخر ده ايه ده بقى؟ هو الواحد مش محتاج ينام اصلا النهارده على فكره. يعني اللعبه دي مش يعني رعبها مختلف تماما عن اي لعبه رعب لعبناها قبل كده والله العظيم. مش جامب سكيرز وكده، هي بتلعب باعصابك وانت قاعد. المزيكا مالها؟ لا بس سسبنس قوي في نفسها والله. اوبا اوبا اوكي. Needs the comfort and inspiration of religious faith, for it is faith which helps hold our families together, builds moral and spiritual character. انا ما اقدرش اتحرك. There's a need to turn to a way of life based on the enduring principles of religion. There are a great many programs of religious nature on NBC Radio, which you'll enjoy hearing this Sunday. Among them, The Art of Living, The National Radio Pulpit, Eternal Life, The Lutheran Hour, The Catholic Hour, and The Hour of Decision conducted by... أنا ما أقدرش أتحرك خالص. These are but a few of the broadcasts that will bring you inspiration and comfort, not only this Sunday, but on the Sundays to come. Of course, the Easter message will be the highlight event this week. We know you'll enjoy hearing them as a supplement to your visit to the church of your choice. And when you do go to church this Sunday, take the whole family with you. ايه ده احنا فين؟ ايه دي نقدي. ايه ده ايه ده؟ الام اتشالت من الصورة وبيعيطوا عليها صح ولا ايه؟ الو الو التلفزيون بايظ ليه كده؟ القناة راحت ليه كده؟ مفيش حاجة. ايه ده؟ مفيش شيء اهو. نشرب ميه؟ نشرب ميه صح؟ ازاي كنت شكلها مرعب كده؟ بجد؟ اللعبة دي بخمسة دولار ولا حاجة؟ ازاي شكلها مرعب كده؟ اوكي في باب تاني اهو. واضح ان احنا لازم نعدي على 3 ابواب مش كده؟
ده قبر. قناتي هنا ولا ايه؟ عشان ماتت. اللي بعمله ده كويس. او انتوا كلكم جالكوا اعلان في الوقت بتاع البتاع ولا ايه؟ ولا حصل في ايه؟ في ايه؟ بالمناسبة يا جماعة ايه ده؟ دي فوقية. ايه ده؟ دي فوقية والله. الو الو، كنت اقول لكم بالمناسبة الفيديو بتاع التنمر النهاردة اللي قلت لكم تبعتوا صور اجل لغاية دلوقتي اكتر من 100 ايميل. 100 شخص، 100 شخص عايزين اتنمر عليهم. مش حاجة هنا صح؟ انا قلت يمكن قبل الصوت هو يخاف مني. مش حمام تاني ولا ايه؟ مين؟ مين ها؟ واضح ان اللي كان بيرن الجرس ماشي يا جماعة. اختك، تفتكر اختي بجد؟ فين اختي يا كداب؟ فين اختي؟ سيستر يس. الباب ده مفتوح ليه؟ في تلفزيون هنا اكبر من اللي عندي، وانا ما ينفعش اتحرك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هي دي اختي؟ هي دي اختي؟ ولا ايه؟ دي اختي ولا اي؟ والله ينفع ننام؟ ينفع نخش ننام؟ مش نخش ننام. لا على حاجة، اللعبة بدأت واحنا بنقول ايه الملل ده، وعلى اساس ان اللعبة مفيهاش حاجة. دلوقتي بنتفشخ الحمد لله. هو في صوت تاني؟ هو في صوت وش تاني صح؟ هو احنا محتاجين ندخل لها ولا ايه؟ لا 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 لا، مش 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 هينفع ندخلها اصلا. ما عرفش ادوس على الزرار يا جماعه. هو في كليب للخضه اللي ما شافهاش، بس خليكم معايا في الاستريم، خليكم معايا في الاستريم. ده ايه الخطه العبيطه دي؟ اوكي. اوكي. كان هادي وجميل. بيت لطيف. يا دي النيلة، دي نفس الأوضة. ايه التلفزيون هيشتغل لوحده؟ وايه الصوت ده؟ ده صوت حبل صح؟ حد شنق نفسه ولا ايه؟ لحظة، هو النور راح فين؟ مش مكان. تعرفين الصليب لما يبقى مقلوب ده بيبقى ايه؟ ده الانتي كرايست. الانتي كرايست ده اللي هو في الدين المسيحي المسيح الدجال، تمام؟ الصوت جاي من هنا، الصوت جاي من هنا، الصوت جاي من هنا، تمام؟ الصوت جاي من فوق السلم ده، الصوت جاي من فوق السلم ده.
كان المفروض اروح ولا ايه؟ اوكي الصوت راح فين؟ في ايه؟ الصوت كان جاي من هنا؟ لا مش من هنا. ما تنوروا النجفة دي يا جماعة، انا شايف خيال. لا يا راجل، ما كلنا شفنا الخيال، مفيش غير الباب ده يا عم. الابواب كلها ما بتفتحش، اروح فين؟ ابوابكم مش شغاله يا لعبه ولا اي؟ هي ليه بتخضني؟ شكلها متخلف، شكلها غبي. ما المشكله ان انا سمع الصوت اصلا عالي جدا، انا اللي بيخضني الاصوات عامه مش الاشكال. اطلع، اروح ارجع بيتنا. باب بيتنا مش موجود. النبي يا شبح بليز. الصلبان المقلوبة هي. السلام عليكم. هو في سليم معدول، هو جميل. اتخضيت والله العظيم، حسيت ان شفت حاجه على شمالي، اقسم بالله. طب اروح فين؟ طيب اروح فين يا لعبه قذره؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل 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 يا جماعه. ما تنسوش اللي مش بيجي له نوتيفيكيشنز من تويتش يعمل انفولو بعدين يعمل فولو تاني، ماشي؟ ما تنسوش. وما تنسوش برضو ان انا يعني بدايه من بكره، مش عارف بكره هعمل ستيم ولا لا الصراحه، بس اشك. بس بدايه من بكره انا رايح دبي، عندي شغل، رايح للعب. اوكي رايح للعبه كده جديده، بس مش هينفع اقول لكم هي ايه، بس يعني لعبه جديده، فهيكون في ايفنت، فتابعونا على انستغرام عشان تعرفوا اللعبه ايه وكده. على ما تعجبوا انستغرام هتلاقوا انستغرام طلع لكم. ها انا قلت بس نلطف الجو شويه، نتكلم في حاجه نغير موضوع. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. بس انا بخاف من صوتك ليه يا حماده؟ هو ايه، مفيش حاجه بتعمل في الشقه دي؟ بص بيقول علامة تعجب انستجرام، راح واحد كتب علامة استفهام انستجرام. هو المطبخ مقفول ليه؟ عايز اكل. بوليكاتو بوليكاتو. هي علامة تعجب انستجرام ولا علامة تعجب انستا؟ والله ما فاكر. اتكتبت اهي. هو في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ المطبخ فتح اهو. المطبخ فتح اهو والله. بس مش جعان خلاص، مش حاسس ان عايز اكل، نفسي اتهد. باب الشقة ما بيفتحش، باب الأوضة مقفول. ايه ده؟ موبايلي مفتوح، مش كان عايز يتشحن؟ هلو؟ ايه ده، في ايه؟ بريك، انت ما كنتش بترد عليا ليه؟ انت كويس؟ اتصل بحد؟ انت مقلقني. في حاجة بتحصل، انا جاي دلوقتي. في حاجة انا اللي بقول لها في حاجة بتحصل وانا جاي دلوقتي. انا جاي دلوقتي، انا اللي هروح لها. بفتح لوحده ليه؟ ها؟ اوكي المخرج اهو، المخرج اهو. اوكي تروح فين؟ ارجع اروح، اروح لاختي اشوف اختي عايزه مني ايه، اشوف بس اختي عايزه مني ايه بس. ماشي. الموسيقى وقفت ليه؟ موسيقى اللعبه وقفت ليه؟ ما اكيد طبعا مش مخرج، ما اكيد اكيد لازم يحصل كده اكيد. شايفين حاجه؟ انا مش شايف غير ارضيات وسلالم. ده مخرج العماره. هو انا ساكن في دور الكام؟ الترابزين اهو. انا ساكن في دور الكام؟ طيب اهو في باب، في باب، في باب. شايفينه قاعد بالباب اهو. انا كده فعلا مش شايف اي حاجه.
لحظة، هي دي عربية؟ أنا مش شايف حاجة. دي عربية صح؟ أيوة عربية والله. أوكي ما خلصتش اللعبة، ما خلصتش اللعبة، ما خلصتش يا اخوانا. طيب اروح بقى ادخل بيت اختي، اختي حبيبتي، وحشتني هي والواد حماده. بس انا خالي الواد حماده. ايه يا اختي، النور قطع عندكم ولا ايه جوه؟ اختي هو ده ده البيت، ده البيت ايه، من البيت ايه. تاني تمام. اوكي واضح ان نظريتي كانت صحيحه، وفي حد فعلا شنق نفسه، في حد انتحر. انا خايف اخش يمين الصراحه. ما اقدرش اتحرك. ما خفتش. دي اختي، دي اختي. كانت مبؤوسه اللعبه الصراحه، كان باين ان ده هيحصل صح ولا لا. اخر واحده دي كان باين انها هتحصل. لا اخر خط دي الصراحه كان باين انها هتحصل. حصل زي قبل كده. اوكي هو مش انا اللي بتحرك دلوقتي. استعيت يا اسطى، اختك ماتت. اخلع السماعه نصيحه ليه؟ ايه اللي هيحصل؟ برضه مش انا بتحكم. ايه ده؟ دي نوبه صرع ولا ايه؟ ايه ده؟ الو؟ شفتوا علامة الماسونية؟ شفتوا دي؟ شفتوها؟ لحظة، يعني احنا بيتعمل علينا تجارب من ناس ماسونيين؟ طب والله كانت لعبة نظيفة، وكانت لطيفة جدا والله العظيم، والله العظيم بجد، والله استمتعت بيها جدا. ايه رأيكم؟ كانت حلوة؟ أنا عجبتني الصراحة، أنا عجبتني جدا الصراحة والله العظيم. الرعب بتاعها كان رعب مختلف تماما، يعني كان رعب مختلف تماما. عموما عندي لكم خبر وحش، وهو ان الاستماع هيخلص على هنا للاسف. السبب في كده ان انا ورايا فيديوهات كتير اعملها لكم قبل ما اسافر، لان انا قلت لكم انا هسافر اسمه ايه ده، هسافر دبي، فمحتاج اظبط لكم الفيديوهات، يعني محتاج اعمل لكم فيديوهات كتيره كده ايه عشان تتفرجوا عليها وبتاع. فانا بعتذر جدا 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 انه I have to do this بس I do have to، ف I am very sorry. هنعمل هوست للعنود، فلحظه واحده. العنود ستريمر كويسه جدا جدا بجد يعني، فيا فتيات القوه روحوا اتفرجوا عليها هتعجبكم جدا. ادعوا لي بس اعرف اخلص الفيديوهات كلها عشان بحاول اظبط لكم فيديوهات حلوه لما اسافر. يعني مش عارف بكره يبقى في ستريم ولا لا، بس اسمه ده الاكيد انه هيبقى في ستريم يوم يعني بدايه من يوم الاحد الجاي تاني، بس الفيديوهات هتنزل كل يوم. اوكي لاف يو اول، جود نايت، واي ويل ميس يو، سلام يا مستويه.